ده هرم موجود تحت الأرض اكتشفوه في الفترة الأخيرة، كل الغرف والطرق جواه شبه بعضها، مليان متاهات وكل مكان جديد فيه فخ الفراعنة عاملينه عشان يقتلوا أي حد يحاول يدخله، وفوق كل ده كمان جوه الهرم ده كائنات غريبة هتنعش لحمك لو شافتك. وقبل ما أبدأ الفيلم ياريت تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس. في مصر سنة 2013 اكتشف علماء آثار هرم جديد مدفون في الصحراء، ووصل فريق تصوير أفلام وثائقية مع عالم آثار عشان يصوروا الهرم ده، وابتدى العمال المصريين يحفروا عشان يوصلوا لقاع الهرم، واكتشفوا ان الهرم ده مختلف عن باقي اهرامات الجيزه لانه بثلاث جوانب بس مش اربعه، وعرفوا ان الهرم ده من ايام الفراعنه لان الرمال محتاجه الاف السنين عشان تغطي هرم زي ده. وعن طريق القمر الصناعي عرفوا تفاصيل اكتر عنه، وعرفوا مكان اقرب مدخل يدخلهم فيه، بس الغريب ان المدخل كان في قمه الهرم من فوق. وبالفعل تاني يوم العمال وصلوا للمدخل، ولما اتفتح طلع منه غاز سام وفي ناس اتاذت بسببه. وعلى طول وزارة الآثار بلغت نورا المسؤولة عن الفريق ده بالانسحاب فورا لأن الموقع غير آمن، لكن نورا رفضت الرجوع من غير ما تكتشف المكان، وفكرت إنها تبعت جهاز يدخل الهرم ده ويصوره من جواه. والحكومة المصرية بعتت مسؤول ليهم يعرفهم إنهم لازم يمشوا من المكان ده، بس الفريق طلب منه مهلة 24 ساعة لحد ما يجهزوا أغراضهم ويمشوا، ودي كانت حجة عشان يدخلوا الجهاز ويصوروا المكان من جوه. ولما الجهاز دخل صور رموز في أول النفق تدل إن المكان ده خطير، لكن واحد من الفريق قال لهم ان ده مجرد رموز وهمية الفراعنة كتبوها عشان يخوفوا اي حد يدخل الهرم. وكمل الجهاز ماشي في النفق، وفجأة حاجة عدت من قدامه وافتكروا ان كلب من الكلاب اللي كانت واقفة حوالين الهرم من بره، وبعدها الجهاز اتكسر وعطل، وزهير اللي كان بيحركه كان عايز يدخل يجيبه، والفريق كان رافض في الاول انه يدخل، بس زهير اقنعهم انهم يدخلوا معاه ويجيبوا الجهاز ويطلعوا على طول. وقبل ما يدخلوا جه الظابط المصري تاني، والمرة دي كان غضبان جدا لأنهم ما سمعوش كلامه وكانوا لسه موجودين في المكان، وفضلوا يقنعوا فيه إنهم هيمشوا بس بعد ساعتين لحد ما وافق وسابهم ومشي، واستعدوا إنهم يدخلوا الهرم يجيبوا الجهاز ويطلعوا. ودخلوا النفق وكانوا ماشيين بحذر شديد لأنهم كانوا خايفين ومش عارفين إيه اللي في انتظارهم، والخوف زاد أكتر لما ملقوش أي أثر للجهاز اللي داخلين يجيبوه، ولقوا قطعة منه بس بعيدة عن المكان اللي اتكسر فيه، وزهير رفض إنه يرجع من غير ما يجيب الجهاز لأنه في عهدته. وبعد شوية لقوا نفسهم في مقبرة فرعونية وجنب الموميا موجود أغراض ليهم، ولما طلعوا من المقبرة لقوا إن كل المداخل والمخارج شبه بعضها، ومبقوش عارفين فين الباب اللي دخلوا منه، وكملوا مشي وهم تايهين. وزهير لقى باقي الجهاز وطلب منهم إنهم يخرجوا من المكان على طول، لكن حصل هزة أرضية والأرض اللي واقفين عليها حصل فيها شقوق، وفضلوا واقفين في مكانهم لأن أقل حركة هتخلي الأرض تنهار وممكن يموتوا. وبعد شوية الأرض انهارت ووقعوا كلهم، ولقوا نفسهم في مكان مقفول مفيش فيه أي مخرج، وريحة كريهة محدش يقدر يستحملها، وفجأة صخرة كبيرة وقعت على رجل زهير، وحجم الصخرة كان كبير جدا إنهم يقدروا يحركوها، ونورا ادت له مسكن عشان يستحمل الألم، واحدة منهم اسمها سوني لقت فتحة وقالت لهم إنها هتطلع منها، يمكن يكون ده مخرج ويقدروا يطلعوا من المكان ده، ولما طلعت لقت حيوان غريب واقف، وجري عليها ووقعها من فوق، ولما سألوها شفتي إيه؟ سوني قالت لهم انها مش متأكدة وان ممكن يكون الكلب اللي كسر الجهاز. وعالم الآثار رأى رموز موجودة وقال لهم ان الرموز دي تحذير بتدل اننا في خطر لو دخلنا من المكان ده، لكن ما كانش قدامهم غير انهم يجازفوا ويفتحوه ويخرجوا من الريحة الكريهة اللي حواليهم. نورا ودعت زهير ووعدته انها هترجع تساعده، وطلعوا من المكان اللي كانوا محبوسين فيه. وبعد شوية سمعوا الظابط المصري بينادي عليهم وطلبوا منه المساعدة، لكن هو ما كانش سامعهم، وفجأة سمعوا صوت زهير وهو بيصرخ. ونورا وعالم الآثار رجعوا له وسابوا سوني وفيتسي، ولما وصلوا ملقوش غير رجله اللي تحت الصخرة وباقي جسمه مش موجود ودم في كل مكان، ونورا عرفت ان المكان فيه وحوش مفترسة وان كلهم بقوا في عداد الموت. ولما رجعوا مرضوش يعرفوهم اللي حصل وكذبوا عليهم وقالوا لهم ان زهير مات من الصخرة مش من حاجة هجمت عليه واكلته، لكن سوني ما صدقتش كلامهم وعرفت ان في مخلوقات مفترسة موجودة معاهم في المكان، والخوف سيطر عليها وبقت مرعوبة. ولقوا نفق جديد ودخلوا منه على امل انهم يلاقوا مخرج في اخره، ونورا بصت وراها لقت الكائنات الغريبه جايه وراهم وطلبت منهم انهم يسرعوا حركتهم بسرعه. ولما وصلوا لقوا الظابط المصري مستنيهم وساعدهم انهم يطلعوا من النفق، وعرفوه ان في مخلوقات غريبه وراهم، وفضل يضرب عليهم نار لغايه ما الذخيره خلصت، والباقي منهم طلع قدامه، ولما بص يشوف لسه باقي ولا لا جه كائن اكبر بكتير مسكه وكسر عظمه وسحبه في النفق. وعالم الآثار طلب من فيتسي يطفي النور ومحدش يعمل أي صوت عشان الكائن ده ما يعرفش مكانهم، وفضلوا قاعدين من غير حركة ولا صوت وهم مرعوبين، ولما اطمنوا إن بعد قاموا عشان يشوفوا مخرج تاني يهربوا منه. ودخلوا مكان غريب فيه رسومات وأشكال غريبة، وأول ما عالم الآثار لمس الرسومات الباب اتقفل عليهم، وبدأ ينزل رمل من الفتحات اللي موجودة في المكان، وبعد شوية الرمل نزل أكتر وأسرع، وكان لازم يشوفوا طريقة للهروب لإما هيدفنوا مكانهم. وسوني قدرت تهرب بس في اخر الطريق كان في فخ في مكان عالي ولو وقعت منه هتموت،
وقدرت تلحق نفسها ووقفت، بس للأسف فيتسي خبط فيها وهو بيجري من غير ما يقصد، وسوني وقعت والأسهم رشقت في جسمها. وبعد شوية طلعت الكائنات الغريبة وهم شايفين سوني فريسة سهلة ليهم، وهجموا عليها وابتدوا ياكلوا فيها. ولما عالم الآثار جه ولع شعلة ضوئية ورماها عليهم وهربوا، وربط حبل في العمود ونزلوا، وحاولوا انهم يرفعوها من الأسهم اللي دخلت في جسمها، لكن الأمر كان صعب وسوني ما قدرتش تستحمل وبعد شوية ماتت. وفيتسي كان حاسس بالندم لأنه كان السبب في موتها، ولقوا مخرج تاني ومشيوا فيه. وفيتسي سأل عالم الآثار ازاي الكائنات دي عاشت كل السنين دي من غير أكل ولا مية، وعالم الآثار قال له انهم بياكلوا بعضهم عشان يقدروا يعيشوا، لكن دلوقتي احنا بالنسبة لهم لحم أجمل. وكملوا مشي في الطريق الجديد، وبعد شوية لقوا نفسهم رجعوا للمكان القديم تاني، وعالم الآثار بدأ يسجل في ورقة الطرق اللي مشوا فيها ويعلمها عشان ما يرجع لهاش تاني، وكان بيحاول يوصل للطريق اللي نزل منه الضابط المصري قبل ما يموت. ولما فيتسي لقى الجهاز اللي كانوا بعتينه يصور المكان في الأول، قال لهم إنه ممكن ياخد الجزء اللي مسؤول عن الإشارة فيها ويبعت بيه رسالة، يمكن حد يجي ينقذهم. وعالم الآثار سجل رسالة وعرفهم اللي حصل، وبعتوا الرسالة، بس هل هتوصل ولا لأ ما كانوش عارفين. وبعدها لقوا تماثيل قدامهم، وعالم الآثار حاول إنه يشوف مخرج منهم، ونجح إنه يحركهم ويبقى عندهم مكان يخرجوا منه لمكان جديد، وكان حاسس إن الضابط المصري جالهم من المكان ده، ودخلوا منه ولقوا قدامهم أشكال مخيفة، كأنهم داخلين لفخ جديد. كملوا مشي في الطريق ده على امل انه يكون فعلا مخرج ويطلعوا من الهرم ده، بس لما مشوا فيه طلع عكس توقعاتهم، لانهم لقوا مقبره للكائنات الغريبه اللي بتهاجمهم. وفي اخر الطريق لقوا نفسهم وصلوا لقاع الهرم، ونورا لقت جثه على الارض والخاتم اللي كان لابسه بيرجع لزمن الماسونيه، وعالم الاثار قال لها ان في ناس حاولت تدخل الهرم قبلنا من زمان وده كان مصيرهم. ولقوا في ايده كتاب، ولما نورا قراته لقيته كاتب ان الطريق الوحيد للهروب من المكان ده في غرفه الدفن، وقالت لهم ان المكان اللي هم فيه دلوقتي هو غرفه الدفن. وعالم الآثار قال لهم احنا لازم ندور على المخرج بسرعة، وفجأة ايد الكائن الغريب الكبير دخلت جواه ومسكت قلبه وطلعت بيه، ونورا وفيتسي طلعوا يجروا، ولما رجعوا للمكان اللي دخلوا منه لقوه مقفول، وفيتسي فقد الأمل وقال له نورا انه أحسن له الكائن ده ياكله بدل ما هو عمال يجري في المكان من غير فايدة، ونورا قالت له انه ممكن يكون في أمل، لكن فيتسي سابها ورجع له، وشغل الكاميرا عشان يصوره، وشافه هو معلق عالم الآثار قبل ما ياكله، لكن الوحش ده شافه. وفيتسي استخبى منه وشافه وهو بيتحرك وبيحفر بضوافره في الصخور، وعدى جنب نورا من غير ما يشوفها، وفتح الباب اللي كان مقفول وخرج منه وقفله تاني، ورجع لنورا وفرجها الفيديو اللي صوره، واستغربوا من اللي بيعمله الكائن ده، وهو رابط عالم الآثار واخد قلبه وبيوزنه، ونورا قالت له انها قرأت قبل كده في كتاب الأموات عن الكائن ده، وكانوا بيسموه الملتهم، وموضوع وزن القلوب ده طقس بيعمله الملتهم، وعن طريق الميزان ده بيعرف الشخص ده كان كويس في حياته ولا لأ، ولو ما طلعش كويس بياكل قلبه. ورجعوا تاني يكملوا بحث عن المخرج اللي هيخرجهم بره الهرم الملعون ده، ولقوا جثه الضابط المصري وفيتسي خد منه سلاحه، ونورا راحت لجثه عالم الآثار واتأسفت له انها معرفتش تساعده وتنقذه، وعن طريق الرموز نورا عرفت ان في 6 فتحات موجوده، لكن واحده بس منهم هي اللي هتخرجهم بره الهرم ده. وبعد شويه نورا قدرت تعرف من الرموز مكانها، وراحوا عشان يخرجوا منها، ونورا طلعت الاول وفيتسي طلع وراها، وفجأة سمع صوت الملتهم وطلع وراهم، وفيتسي حاول يضرب عليه نار لكن معرفش يصيبه، والملتهم خده ونزل بيه، ونورا كملت طلوع ومن خوفها اتزحلقت من على السلم ونزلت والملتهم مسكها، ونورا ولعت الشعلة الضوئية وضربتها بيه، والملتهم وقع، ونورا طلعت لكن الملتهم طلع وراها وخدها ونزل، ولما فاقت لقيت نفسها مربوطة وفيتسي وقع على الأرض، والملتهم جه وداس على راسه، وابتدى يجهز الميزان عشان يوزن قلبها، ونورا كانت بتحاول تقطع الحبل بالسكينة اللي معاها. والملتهم قرب منها وكان بيستعد انه يضرب ايده فيها ويطلع بقلبها، لكن نورا قدرت تقطع الحبل وضربته بالسكينه في رقبته وطلعت تجري، ولقيت الكائنات الصغيره حواليها في كل مكان، والملتهم طلع السكينه ووقف وراها، ونورا بقت محاصره في النص منهم، ولحسن حظها الكائنات الصغيره هجمت على الملتهم عشان تاكله، وبقى قدامها فرصه للهروب، وطلعت تجري لفتحه الخروج وطلعت على السلم ووصلت لقمه الهرم، وشافت ضوء الشمس قدامها وعرفت انها وصلت. وشافها ولد صغير وراح لها، ونورا طلبت منه المساعدة وفكرت انها كده بقت بخير، لكن الملتهم طلع لهم وهجم عليهم. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنسناش باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلك اشعار بأي فيديو جديد هنزله. يلا سلام.